عالمة قناة شوف تي في أن عائشة هياش المتهمة الرئيسية في ملف حمزة موبيبي، قد تم اعتقالها قبل قليل من يومه الثلاثاء بالإمارات، وذلك بناء على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن السلطات المغربية للاشتباه في علاقتها بالحساب الخطير. وكانت السلطات المغربية قد أصدرت قبل أسابيع مذكرة اعتقال دولية في حق مصممة الأزياء عائشة عياش المقيمة بالإمارات، وذلك على خلفية التحقيقات التي تقوم بها الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء بخصوص ملف حمزة موبيبي، خاصة بعد ظهور العديد من المعطيات الخطيرة التي تشير إلى أن اسمها مرتبط بالتشهير بالفنانين والابتزاز والاتجار بالبشر والمس بالحياة الخاصة للأفراد. تجدر الإشارة إلى أن ابتدائية مدينة مراكش أصدرت الأسبوع الماضي أحكاماً بالسجن في حق 3 متهمين في ملف حساب حمزة موبيبي، ويتعلق الأمر بسكينة نجاح الملقب بجلامور والصحفي سيمو الظهير وصاحب وكالة لكراء السيارات يدعى عدنان الساكن الملقب بمول فيراري، بالإضافة إلى أنه تم التحقيق مع دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام المتابعتين في حالة صراح بعد أداء غرامة مالية تصل قيمتها ل 80 مليون سنتيم.